كان زلزال نسكوالي أحد أقوى الزلازل التي أثرت على سياتل خلال فترة طويلة. أضعف الزلزال جسر طريق ألاسكا الذي كان جزءاً هاماً من البنية التحتية للمدينة. يمكن أن تسبب الزلازل الضرر للمنشآت إلى حد تصبح فيه غير قابلة للاستبدال. يجب أن تهدم لأنها غير قابلة للإصلاح إطلاقاً. لذا علينا التفكير إن كنا سنستبدلها في النوع أم سندمر المنطقة ونعيد بناءها. ربما علينا التفكير في طريق آخر. عندما دمر زلزال نسكوالي الجسر، قررت المدينة إعادة بناء الطريق تحت الأرض. على الرغم من غرابة الأمر، النفق هو أحد أكثر الأماكن أماناً أثناء الزلازل، ونقل الطريق إلى أسفل الأرض سيفتح واجهة سياتل البحرية، لكنه ليس بالأمر السهل. حفر الأنفاق ليس علماً سهلاً. إن كنت تبني أسفل المدينة، فأنت تضعف من ركائزها. لذا يجب أن تكون حذراً جداً بشأن طريقة الحفر واستراتيجيتها أسفل هذه المدينة الصاخبة. قد تؤدي أي حركة خاطئة إلى وقوع كارثة. يتطلب العمل أسفل الأرض تفكيراً أكثر مقابل العمل في الهواء الطلق.